بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان واكيب وقل تبني شنات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين أدن بباب كي كصاب سنة آذان كفضل جيسا. وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلاهين مغلب الشيغي ويقول له: إذا سمعتم النداء آذان كهداد مقشان ودكتي نأو آذان قصر دعو، فقولوا لها حاتي هذان مثل ما يقول مأذن كس وحي لهذوك لأنه كذب تيبي وكذب قاد آذان ك. ثم انت كدم مركو اذان كرم يصلوا علي يصلي اله امان يا نحارس اي ويديا، فانه من صلى علي روحي يصلي انيغا نبي محمد صلاه هل مر صلى الله عليه بها عشرا هل كمر يصلي طبن بو اله سبحانه وتعالى كصلينا يا ادونك اسغا او اله با امان يا ويي. الصلاه هنا وبمعنى الثناء ويا. ثم سلوا الله مركاد يقول لذان كذب آذان كان آد عجيبتان إلهي إي ويدي لي أنك الوسيلة دواشو الوسيلة هي القربة إلى الله سبحانه وتعالى حرير إلهنا لي شخاصة وأن ربي أولو آذو إلهي إي ويدي، فإنها وسيلة منزلة درجة ويو في الجنة جنة قتال لا تنبغي أنها بونين وأن أقل من إلا لعبد من عباد الله هل أظن بأقلنتا وإسكله، وأرجو وحان الرجين يا أن أكون أنا هو أظنك أنه إن النقض. فمن سأل لي الوسيلة إنك إيوي دي إلهي نعود له أما الدرجة ذا إن أنحله حلت له الشفاعة شفاعة أواجب إذا حلت أي وجبت لزمت فإلا معناتها هي حلت له أظنك وحا حلال أنقون أواجب إذا الشفاعة إن أن أرجيون أن أشفع قاضو بركوا شفاعة خاصة مد جود ومد كرنا حيسميه ومد خاصة شفاعة النبي محمد مراتب يا درجات يا أنواع بهيلة هاي كتب خاصة الله قري حديثكم بركوا عن بارسين هاي فضل الآذان معي لي أصي آذان كي مركض مقشد أجيب السوات كذب تشيبين وكذب قاضي كذب صوبانات كصلي عليه الصلاة والسلام كذبنا نبيك حدو ويدينيسا درجة وصيلة اللي إله ذو انت هوري فقولوا مثل ما يقول انبال لغسو الرئيبا كلية هل مسألو حي على الصلاة حي على الفلاح بالغسو الرئيبا حي على تين كما كان لمري لا حول ولا قوة إلا بالله بالغو بدلية مركب فقولوا مثل ما يقول مؤذن وأكثر ك يسيدا وأي أبضان تايوي. أما مسألة حي على تين كما كان لمري إمام مؤذن وحدكو أجيب إيسا لا حول ولا قوة إلا بالله. وحاك لو كجر فلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذيء أوليها كجر وحاك كجر الدرجة أيضا نبي قنبي قال أنت وأرجو أن أكون أنا هو من نبي حوجي بالليل وإدبسي وأوغى النبي إلى هين الدرجة أسغى السين يكوكوني إلي ودانا وحيليه إدبسي ما هي وأنت النبي قال له شيخين من أسقوا له هاي فضل إلهي أصلا الله عض النبي يقول أولي هاي مركي ورجينا يا مسلمين تدي إلهي أبريا إن لا سينا المهم الله قف إذا استوي. رواه مسلم بحديث كاورية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم النداء آذان كهذا مقشان فقولوا وحات إلى هذا المسلمين كما يقول المؤذن مؤذن كسد إليه وكلا كذب لها متفق عليه. الدين اللي يري مؤذن كهداد مقشان يا آذان كذب قاد اللي يري لو معنى احتماشا من حيث احتمال كمرك الله فورو إن نتن اسكسقنو مؤذن كدغيسنو مركو رميو أي نصوب اللونو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي أنصى ويدعي كرتاه ومركا النبي وحضينا هذه الصحابة دون أيضا فسرين وحقا لو دعي كرت فقرد يواد لي ما دب إن نكذب قادنه سيدا سانا صحا النبي قلنا أمد براي صحابة دون أيضا مجرين واتكذب قاديسا والله صحوريسا مركو لي ما دب تكبيرت أنه والله إيمان شاتين كما كو لي ما دب واتكلا دب إيمان
مركو صلاة أوغير أمد الليبانتنا إلهي با سبحانه وتعالى أود يا أمرك أود ديني سوى ديبيسة ساست قوة ديسة متفق عليه محايا لو شعيرة وين ومؤذن كل يميد أنه أنا لو دعنا لدونا يا حق أجر كيسي شيء توحيد كيد إن بدن كل علين جرتيد كور دي جرتي مؤذن كان أن مقل جرتي صغو قاضية أظن أتكذب تشيبين جرتي وأقدم وحاس سهلنا ليس نفط مركي كوقبطو إن عرب قاضي أسهلو بدن توحيد كأذن سيجن متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحور من قال روحي إلى هذا حين يسمع النداء آذان كمركم مقله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلد له شفاعة يوم القيامة رواه البخاري. اللهم رب هذه الدعوة التامة باقا رميس كترن ربي يسيو الدعوة والنديه آذان كان له جدا التامة ويضم استرانتها وحكرنا من مجرى وأسم الدين توحيد باللغوية ري شهاتين باللغوية ري ليبان باللغوية ري صلاة باللغوية ري ودعوة تامة لا تنسخ لما نسخها أيو لما بدلها أيو مبا بعضو مرة ماتو إلى قيام الساعة الدنك اللي قرره أيو لا إله إلا الله واتقنا نساء إذن ودعوة لما يستنساس اللوجدة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. اللهم رب هذه الدعوة التامة دعوة يباقا لما يسكتن ربك يسيو يو الصلاة القائمة صلاة دائمة القائمة الدائمة لغف السراء وحكوا لغف السراء صلاة تاغن وقت قدو قلي اللو آدام ينوال ليلادا هذا عاوك لو الدار والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة صلاة تاغن ربك يديو صلاة تاغن وقت قد وقلي أما صلاة دائمة يسي ولقيت بشيري دونتين مسلمين تكون يا ربك يديو آت سي وأقود محمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام الوسيلة الدرجة سي قيمها بدن يسر رئيسة لو يسوي الوسيلة ودرجة نبي إلهي أقود وانيو ودرجة كنتين نبي كلي شفع قابو أنبيذك وردنا أي كعب سنهوشا أيضا ودرجة أنت عند بعد السلف عرش الرحمن النبي الغفرسي عليه الصلاة والسلام يوال فضيلة الديرات يميقان ديرات سي مقع ديرات وابعثوا الله وكسو صار نبي محمد مقاما درجة يبوس محمودا لما هذيه الذي مقام كاسو وعدته أذيب وهذه نبي محمد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقامك محمود كان وأشفاعة العظمى وإرقد وين النبي مالك قيام الجن ولن قندونه مرك الضمض ورنبا إلى كعب سدا والنبي الله آدم نبي الله إبراهيم نبي الله موسى عيسى كل يعذر دارتان نبي استاج دونه وشفع قاد دونه إلى هنا وكشف عقب أقبله ارفع رأسك توس وإلهي وحويدي سو واشفع تشفع مالك الأورندون النبي كير جين يؤون كإن لك لحكمه لحسابيه نول بوحه كصبضي لغو أبا المرشو نينك عافس من إلهي وعافيه نينك ربيون حارس من حارس تو بنك قيام إيا قرحة لقدر يرو لك لبحه تاسو النبي كير جين يا وأنا مقامك أحد والبؤو قدرين دونه وكمان دون النبي تدكو أي آدي هذا وكمان دونه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حنك انت الى هذا والنبي سيده او دعيه الهي بابا ابا القديوي هذا النبي سي ادونك جعل اد سيده ادوغ او خريدسد او دعيسو حلت له شفاعه يوم القيامه مالك قيامه نك وحا او بنانان ان ان اشفع قادو ذنب اوله الهي كدافو حسنات كي سي سيئات كي سو اسلاك كادي لباسيو درجديسي لكريو جنن لغيو أصغر النار قال لك أصغر سارو لعف يو الله أسطره شفاعاتك أنواع بضنت هاي رواه البخاري حلت هنا لزمت وجبت له قال له جيدة. وعن سعد وقص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال روحي إلى حين يسمع النداء أذان كمركم مقله عفوا من قال حين يسمع المؤذن روحي إلى المؤذن كمركم مقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم ما أدنك مركو أذان كدمي دعوينك لود عيسان حلق إبا طومرتين أشهد أن لا إله إلا الله ويسدي ويسدي أوكال دعوين باكدن بيانو جيدا هذانا أذانك مركز أجيبته النبي قد عيسو ووصيلة النبي قد عيسو كذب دعوين كل قد عيستي كمتها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا باطل وأن محمدا عبده ورسوله انت دمعاني ذوال يقانا إن بضم بالله صومري رضيت بالله ربا إلهي بان رب النمو أغو قنعي رال أغو أهي إنه ربي يهي إمام له بقر يهي ربيض هنا والملك والتدبير الخالقية والرازقية إلهي إنه كأبوري كمام له كلي يهي بقر يهي مصلحة أسقو يقان كان شقي هوشا يدعى أيا رب نمد اللوتشي وبمحمد مرها ديمك رضيت بالله ربا ليدو ألوهيدي لما شيخ مياه قران بل سوم هرمري اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بات صوتي اولوهيود مركه لغا هدلي وها ان لو جيدا الهي سبحانه وتعالى اعماش يا افعاش يا اقواش اديك كا يمانيس اي ادون نمد حمبارسان الهي كلي لا ادوي وح كلام ما قل اعوذ برب الناس ملك الناس إيه؟ اله الناس ما زد اله والله شيغي مس صد حق إلهي ليه هي بالله كلا شيء هنا تفهمتين بيلتها أولوهية الله الله والعبودية العبودية أضون نمو أضون محل قربا بقر كسنوه قنسمو اللي أبو ري ومهندقو جسر أبا الله وأوصن قنن اللي يسوديبه وربريض هذا توكل كذا اسبهان بهنت هذا بيله هذا باهد هذا بكت هذا الله أشيء قوي عدك لها لا هذه وحديك كائمان هي إيه أدون ماذا حمبارسا إيه باهد هذا كنت متليزه إلهي لا أد تاسا وحال إلى هذا الألوهية إذن الألوهية وفعل العباد أدون ماذا وحا كائمان هي مش عبد القادر بلا هذا يعني مش الله إلا هذا يعني نك إله إلا آدى وأظن موحدة نك غيرك إلا آدنا مشرك آخرنا أظلم هذا الصلح هذا أولياء ذا علماء اللغو خلدمية أنبياء ويكبر النقن دوران شغل لغو لها إله وأنه شغل كمالهن سيد النبي عيسيه يدي نصار يكبر النقن دوران إسكت تكوري دوران يا أظلم هذا أتكو حد قدبتين إسكت كين تكوري دوران أدون باتاي الله كولي إلهي لا أدباهي دادا أساق أشيغ أساق تلسارو أساق كعبسو أساق رجي أساق بري أساق طوب أساق كم مراد كوير حساسا لقاربا هذه الألوهية أما الربوبية وفعل الرب سبحانه وتعالى ينسي أساقها خلدام مرك إلهي فالكيسية أودي سوحا أساق السمين أيو يوحا ديقا لقاد دون أيو الربوبية وفعل الرب إلهي أبورك سأضمده أبوري مامرك أدونك مامري أنك سأمرك كفلني وحق ربك إيماني رب إرساقت علف ضد يدوني جيري ينول كل يوم هو في شأن وهي يدبر الأمر من السماء مامرك أسوء إلهي أنك سأمامري فعل ربي بالله ربيته رب إنما أود ربي بالله الله يا أولوية محيطاي أدو نمت كاد ضعيف نمت كاد ألا لا أدوي دب الله دي صومالي سدح إله بعد عابدا وهابي وحاس عام أن عقل الله دب الله عرضه كل عيارة فهم در هايس ومشرك بعقل كسوغي مشرك مياد عقل يقرات كسوغي سادو ضمير يدوية يضد يؤون يا الله نيكي كلا قروا يا اسكو الله بي مياد إن إله فهم أفرأ توغيسا واتقوا الله ويعلمكم الله شيء علمي توحيدك وقالي والذهب دائما وي قلبي ان سافيا لمصيه قبل فونطيسا او شرك كبوحه وعلى خير رئيه على خير رئي ابو الدبتا وعلى ان توقع مدح كش برايا شمبر اي حارتي كاسم لوفر مايا بابك
حرام بي كتامد أيضا اسكو قادة مدى ما صوهري توحيد الأسماء والصفات إلهي تلماميس يمغع يديس أدو سكرة أدور مضحك وصنبا وإلهي المثل الأعلى تلماما الله هاي مغعينا والله ذا نوع أباه كبعي الغو والقلي مده يدا كوك الكوليسو من صاحب رأي أن يرد كوية قانني معارف تارو مده يسوقلي دو كوية قانان مده رسمانسر كم مرتي مد كمان رلقو قاتل ما غمقع أبدا إيه ثم دعا الله ذا هاي إيا تلمقعي الله ذا هاي باك الاجراء إلهي سبحانه تلمامه وليت ولو يقان أوصاف الكمال ونعوت الجلال والعظمة وإله الأسماء الحسنى فادعوه بها إذن إلهي مقعيديسي إيا تلماميهيسي وإن أدبرته إنت الله تقاند إياد رميسا إنت الله تقاند بردا محاريست إلهي علميس أوديس قدرديس عزتي سي شرفتي سو وانا اكت هي يا غفار الذنوب اغفر لي بالله هاي الهي انه الذنوب تضاف واتقان انت دوني بالله كات اله يضاف واتكبر يا عيسى الهي مقعيد صوت براته اسماء الحسنى ليلادت كتابك ايدن كو قرنا 99 يا زغالكا ان قصتو قيبا كميد اي خلدنت هاي مشا كو قرن هدا ايما قوسيسي وانا كبدنت اسماء اللي انت هسه magacyada inaad barataan iyo tilmaamaha rabbiga oo ku toogtaan kagana cabsataan ayaa waxa la yiraahdaa he tawhidul asma'i was sifat awood rabbiga iyo maamulkiisa inaad ogaataan waxa la yiraahdaa tawhidur rububiyya adoonimadka inaad ixtiraafto kaliigi aadana waxa la yiraahdaa tawhidul uliyya maxaan khalda marka wadaadu malaba ilaahaan bariyay saddex mise allawaynu azim ah xuquuqdu leeyahay xaqiisi baan meel dhigay aadamiyo uun iyo allaan kala saaray انت مي ادفانتي رضيت بالله ربني اشهد ان لا اله الا صاصي كليهين ذا فهم ويدو الله اكون صغير وبمحمد النبي محمد وحان اوغو قنعي رسولا يراده رسول نمو نبي محمد وين امنتو ان لو سو ديري ادونكو دن بشريو دن بني ادم يا بشر نبي ان انسان رسول او اهين ما جيرو بناء آدم يا بشر نبي وسن حكومين أفعاشي سي أقواشي عقيدة سن مجرو نقول إذا المسلمين تورن بالله صدر آدم ورن بالنبي الله صدر لكن ما كان يدي ده برج إيش يد ده الله مصدر واقع مسلم ما نقول إذا أون كورن بالنبي الله لكن رحم على الله مصدر ما حد قلدي يا رحم على ما تعب صني سواء مصدر قالوا وي ninkii yiraahda dadoo dunyada nabiga waa loo soo diray laakiin nolosha bini aadamka qayb ka mida nabigu diintiisu ma xukunto meelo kale laga qaadanaya sida wadaadkii roo koonfure ya abdurrahman adeerkii aha he ma ka tiraade muslim ma tiraadeerkii weeyay sheegtaa la yaabaa la weeyay abaalkiisa barba gudu doona laakiin dambigu gala waa inaan sheeg gar weey متم زما وان حدنا ولا دبهاي بونتو ميلahan مساعد ييمد يي هدايه سيكسكي الى الامين برودات كو سو دعينا انو سو داي دور بركدنا وان سو بخاي دعاد سنين لا اقبل لا ياما ما امينتي نبا لا اقبل مستيسي ولا اقبل الهي با غرانيا ابال كامر ما غدي دونا انو ابا الله ان غدان جعلاي تبرم باي ديديس لكن قلب كا خلط كو غلى خلط لو دول قادن كرم ماها خلد قرن بو قلمزه ها خلد قرن اسلام وي انا قرن كان الله يا ترى خلد قرن اسلام وخطر وانا ايغا بحثن ايغا ود بدن بو قال لما امسكر وخيانه قيسان جعلاي بو كدشه وا اني لا هلان شيخ وا انه هوش عبديو حسن وي ظلمي ويغو حد غدبي بو يري ميران هادلك ودين بو ادغاي انت مو عبديو waa xasan ana wax dhihi sheekh oo raalla oo waxaan u culay soo shay ugu ma haysee ayidaado hadalka saasan ka waday nimanka wax duubayay baa ibn jahabiyay
idaacaddii soomaaliya ay igu tukatahay yidhaahdo aniga iga farxalatay, laakiin warkayga way kala gooyay. Waxaa kugu filan waa inaad tidhaahdo waxaan qabaa kitaabka qur-aanka loo soo dejiyey in ummadda muslimiinta noloshoodo dhanba uu xukumo siyaasad, qado iyo xuduud, ganacsi iyo dhaqaale, tija, wax walba inuu xukumaa loo soo dejiyey qawaacid guud iyo si tafaasiil ah. Dastuurkuna waa baatil. Inta hadduu yidhaahdo xaali xumanna waa geynhayaa, warkii aan sheegana waan ka toobadgeynahayaa, toban jeer baa idiin sheegay aniga dantaydu waxaa waay wax inuu caddaadee shakhsiyad iyo la dagaalan iguma jiro. Yaa u dhahay way oga dareene xisaqallah wuxuu leeyahay culimaa u hagaajisa u dhahday way oga dareen ayagaaba ka shaydaansan isagaaba dhaamay intaas inaad faant war iska ilaaliya war diinkeenna qiimaha badan ka daaya adab darada. Ninkii aan ku qanacsanayn ha cadaysto banaanka iska maro, xal loo noqon mahayo. Innahum la yudurru llaha shay'an, ma maqasheen inna allaha la ghaniyun anil caalamiin. Ilaahay uma baahna makhluuqiisa iyo unkiisa, innagaa u baahan. Diintu ninkii ka dhaq dareerana waxba u noqon mayso. In Cabdulla Xasan iyo xertiisi maxay ku jibin jiree ninkii tegay diintu tabi mayse, dadow yaan faranji kuu talinay. Darawish makay jibinaysa habeenka oo dhaanta tumanaysa, dhaantada qumanayd wayaad tii ogaadeen sheedantayd ma waxaan ka hadlay. Ninkii tegay diintu tabi mayse, dadow yaan faranji kuu talin. Hadda yaa idin taliya faranji baaba la qaate, yaa idin taliya dofer chili bay baa idin taliya. وبالاسلام دينا اسلام كان الدين بر او قنعي هذا غفر له ذنب انت ما حي كيلي ور انت يا الله المامن دعاء يرتا كون قولا اعتقاديا كون دقم دم دين دافيا رواه مسلم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد دعاء لما عليه بريد اذنك ربك او بريو لما نقو لما ديدو بين الاذان اذان كيو والاقامه انت ودحيسا دعاء ودحيسا ولا اذامي صلاتي اقيمت بها لسوق انت ودحيسا ولا دعيستا الهي بالله بريا. روايه الترمذي وحي قدرتي وحي قدرتي فماذا نقول يا رسول الله حديث مركو النبي انت شيغي الدعاء لا ترد بين الاذان والاقامه مركو صبروه يجي صحابه جانس كدينيد ما ضافه وحي النبي الله maxaan dhahanaa xilliga ducada la aqbalo noo sheeg duco kooban oon gelinno. Nabi wuxuu yidhi sallallahu alayhi wa sallam fi dunya wal akhirah, sallallahu alayhi wa sallam fi dunya wal akhirah, ilahi aakhiriya adduun ba inuu idin nabadgeliyo oo dembina ka badqabtaan naarna aad ka badbaadaan fitnooyin iyo caqiido xunna ilahi idin ka badbaadi. Alcaafiya waa shay macno ballaadhan meel walba taabanaya. Sallallahu fi dunya سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. آخرية أدون بإنها بدبادات حنونك بدبادات نبي حنون حما إلهي كما قال جل اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام آفوي إن إلهي حنون حنحنك عقيدة حن فتنوينك نولش خربا يا عذاب آخري عقاب قبر إلهي كابت بادي لا تقول بعي سنيس. روى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أبو داود سكت عليه في سنن باب لن تقدموا يري دعاء لما رديو الدعاء بين الأذان والإقامة. الحديث كان كين حديث كان لكم مضر طالما عن المركة التي سوا سوغنيا هو حديثك سندك ضعف با كجرة حديثك وذلك زيد العمي با كجرة لكن شاهدك الولاية هي وأحبابك أحاديث فربضان ومتواترة كله با كتمد إن دعاء لا أقبله آذان كإيه إنت ورد حيث أقمده إنت وحادر نسائف الكبرى حديثك قدقيس أنس بوكاني بسند آخر أو صحيح سقال كن سديد بقول طواني الله بات كفيرين كرتان سقال كن سديد بقول طواني الله ومرك عدك واسوغنية إنا مرك أنك قطعنا أذان كي فضل قيسات بو بلاران يهي. باب فضل الصلاوات وحب بابي هاي صلاة ها شنطة إيكو سنن كأبا إيكو كلي واجب كان شنطة با أهين با فضل قيليه.
هل تقول لو كلك عواي بوي؟ قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة صلاة وناكسر خشوع للرب ما يستري أركان تدي آداب تدي أنشح هذه تنهى سيدة بدنية عمل قوية قانو حيكر يبتر روحة تكذي مصلقة عين الفحشاء الدم بقى فوش حنيه والمنكر وحلق صده فحشاء المنكر ولا بد دم بالله وكل درين ذنوب تام من نم آدي الله رأى مكاجع ولا فجعاء والروح حتى مروح قطع عن لوجود القذان كريم منه ودم غالبا رعاه منكر بها هذه عين الفحشاء الدم بقى حداف كأي والمنكر حمها لقون صده بيكره يبتها صلاة وأصل كيدو سيدا سوي حديث دور آيادا معاني هذا كوي يمد باجره ضعيفة هل حديث بان لكن كسوغان حديث حكوي يمد من لم تنهو صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا وفي رواية فلا صلاة له صلاة دي سنين كي سنكره من حمها فوش حندن بقى فوش حن يقلب سنيو إيا دروب تكالب أي سنكره من إلهي وحن فقاشاهن كما كررصده اللهم بكسي فقادا صلاة وابد إيدي قد كاغدري أما صلاة ثم أصحيص حديث كاسوه مرفوعا أولا ورياء عن عباس وعمران بن حسين وابن عمر صدح صحابي ولا ورياء لكن حديث منكر باطلة عند أهل الحديث وضعيف جدا من جميع طرقه حديث كورنا يا صلاة سنين كي سكري من حماها إلهي ومكسي فقادا أما صلاة الله ما أقبله حديث كحديث جرمة عند أهل العلم أصغوا موقوفة أما مرسل عن الحسن البصري أما موقوفة عن ابن مسعود أيو سغنيا أي مركو موقوف يو سغنيا مرسل كو ضعيف وعبد الله باسدا أورن شري حديث لكن أبو هريرة أصغوا صحيح حجر أو سغن نبى النبي ماري أويمت مركز النبي الله هبل هبينك ونبوت كذا صلاة الليل يا خير يدعو كجرا وهذا مركو بريانا ويبدأ الصوب بحضانا حتى بالله بيواتو يصلي بالليل فإذا أصبح سرق عاو رنبو تكنا يا واغو هدو بريانا حتى بالله بي مدو عيشي مدو فري صول وحكاك قال وابتو همين كنا وبكاء بالليل صارق بالنهار ومعجزه نبي حضر عليه الصلاة والسلام سينهاه ما تقول هذا السيدة تهبينك إلهي بريو إلهي سحوص لغو عمل كأونا أكسنة وكجر أيا كرهيب دون وحو الصمين لأنه صلاة الليل إيو إلهي وتهبينك أسو جيدوت بريضو ما يقول بإله الدنبك ما أنت يعف إلهي حقا قرمان بحندونا إلهي واقد منه هنونه وتبن مدى إسكدة أيو يدقن حمدها صعبا غالبا أي هذا كريب الدون توي صلاة مركة مركة قمنتهاي خير بيكوه رسيدي ودوان أكسن بيكو قيني صلاة المنافقة ديسنا هاي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حول السحابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم بالكو والرمى فضلك صلاة هل لقاها الله إياه إيقو والرمى المسلمين معانه مركة إن شيء معانه معقول كاللغو مثالي واللغو شرحه واللغو فافاه مثال محسوسة يحدث كتوسة هي لو أن نهر هدي وبي بباب أحدكم متكين البابكين البابكس أمري يغتسل قبيسن يوم منهم من النهر وبيق حقيزة كل يوم مالين كستا مالين والب خمس مرات شنشر هل يبقى مهر هيا من درنه أسك قيسية والصقد كتا للروح أسكا شوح مكهر هيا وبيبا الباب كقول هذا مري انت وضد روقا ضد بقوشي ما بدي ديسي فري يبصنا كسي قبر ما يسو guriga la ka soo baxda bad daf baad la wad ku qabaysan wad ka soo bixi waxa yar markaa joogta hadana waad geeri shan jeer maalinka dad qabaysato adoon hawl iyo dib iyo rafaad minna marin ma wax uskaga idin ku haraayo qaalu xidhan saxaabadu la yabqa nabi allah ka haray ma ninka shan da goor qabaysatay in meel dheerna u foofta aanu fooftamin min darani usga geesiyo wasaqdiisa shay ku haray maayo waxba ka haray maayo qaalna wuxuu leeyahay fadhalika mithlu salawat al khams يمحو الله بهن الخطايا فذلك متك اسغن سو شيغاي وحا وي وبي هورتا دمري او شان غور كو قبيسه مانك وحا وحا وي مثل الصلوات الخمس صلاه شان تا تصاله ودي وي مثال كودي وي يمحو الله ربك كبا بيو كترتر بهن شان تا صلاه
الخطايا قففك آد قشب إلهي كتراه أو إلهي كباب بإيا كوغو دافا كفار قدوي شنط الصلاة دنوبتي سغائر تايد بارب كو دافا حالي نصوم بالروشة يلا تفصيل كير متفق عليه. إذن دنبي إن لا دافا شيء إنه وان أرقنا معه إن اللي قد اللعسي وحي إنه أرقنا معه ومعنى معقول ومسكح ذا إفهم كتماغ الوصوري لكن نبي حكسي ما دام معلم إلهي سود رياي مثال محسوسة توضيح المعقولات بالمحسوسات بعلم العقائد كله يقنا معقولات كأن لغو عديه لغو شرحه شيء محسوسة الما يركض وحفان زين الزهداد مرود أشكتو وفهمه وأترى وبها القيلة كوين أو دقوة وين أو قعن دير له فول تاقو أو عقب بقفصون القيلة وحرم بودقاء جنوة هذا صور تقور وفهمه هي وحقرأي لغو الشيء معناها لغو الشيء ما كلا فهمه هي هدي أسيقو تاقن لغو تصو أما لغو صورة هي وات قرنيسة marka nabo dambi dhaafki salaadaha ilaahay ku dhaafayay sida salaadu u qiimo badan yihiin dambigana u hoobiyaan ayuu muslimiintu waxay ugu misaariyay wabi qulqulaha iyo shan jeer maalinkaad ku qabaysato meel dheeraad u aadayn wa ajab radiyallahu ta'ala anhu qaal qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam mathalu as-salawat al-khams salaadaha shanta waxay lamid yihiin kam mathali nahrin sida wabi oo kale jaarin qulqulaya ghamrin mool ah on dhay ahay biya jilay oo socdo oo la arko gunti la arkahay salkoodi la arkahay ma ah waa mool weey ama madow yiin gud weey aad u dheer kama sala nahar oo biyo kale lamid iyo lamid ay lamid salaadaha shanta jaarin qulqulayo fadhi labiyaha fadhiya way tabar yar yihiin wixii ku dhacaba waa bedeli kara waa biyo markay socdaan way xoog badan yahay ayaga xataa takraarkooda socodkooda waxay baabbeenayaan tahliil bashay ku sameeyaan way furfurayaan nijaasadi way baabbeenayaan way ka xoog badanayaan غمر مولو آدي آدو بضن على باب أحدكم متكين الباب كي سمرية يغتسل منه وكقبي سنة وبيقي حقيسي كل يوم مالك استخمس مرات بولمد راه مسلم الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير وبيها فربضن بيها فربضن إنه مول بان أنا غمر وإنت لحق عمقه إنت بضن يا الله استعماله Soomaalidu ninka doqonimadiisa ay badan tahay khumri bay yiraahdaan waana eray carabi oo khaaymayno ka dhignaa asagoo qayn oo doqonimana waa jira wa aan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qaal anna rajulan nin way no soo maray xadiidka afar boqosada afar baan ku soo maray xadiidka ninkan waxaan soo sheegnay riwaayadka qaar ka inay sheegay inuu ansaari ah anna rajul min al-ansar magciisa xataa way idin soo sheegay markaan halkaas u maray أن رجلا من الأنصار بانينري أنصاريات أصاب من امرأة قبلة رواية ترمذي قبلة من حرام نمبا نين أنصاريات أيها هوني أن حلال وهين أجنبي كون أمها سنين ياردون كذي من امرأة حكا أسيبي قبلة لنكشو فأتى النبي قلتك عليه الصلاة والسلام رواية أحمد بن ماجه أن صوم الري يسأله عن كفارتها nabiga ugu tagay nabi allow dambigaas aan ku dhacay maxaa uu kafaara gudo ilaahay ugu dhaafayaa bu nabiga oo la tagay yasaluhu an kafaratiha falam yaqul lahu an-nabiy shay'a nabiga uma jawaashibu kayir shibu kayir subanu kadibna ilaahi ba ayadan soo daji markaas aan ninkii oo baxay loo yeeray fa akhbaro man nabiga uusha mar hadii ikhtisar ba ku jira riwaayadan marka saxiixaynka waa mukhtasara riwaayada ahmad ibn majah ka faafasan fa akhbarahu nabiga uu ramay fa anzal nabiga uu tago afwan ninkii ba nabiga uu ramay fa atanna nabiga uu tago fa akhbara ninkii ba nabiga uu tago xugtisi nabiga allah haweenay ajnabiyada ayaan afala la caybo yidi ee maxaa ka faragud ii ah fa anzal allah ta'ala ilahi wa husudaji wa aqim as-salah salaadaha shanta أما الصلاة هي لبضاء أنت الواجب يلقوا شنطة ويان وأقم الصلاة صلاة أوغو توسي هاجاتي سبعا أتكو طرفي النهار مالك لبي سجل نسهر ينستم به صلاة الصبح يا صلاة عصر ويا دمركا وزلفا صاعد زلفك وجمع الزلفة كقرب وقربة مركا وزلفا صاعدنا تكو صلاة أوك من الليل هذين كمذا ومغرب كي عيشه أما وصلاة للكي تاجك وتركي إن الحسنات وناقذ اللي ما داي
يذهبنا وحي تكسيرا بابعيان السيئات حمانتي يدنوب تلقرعه ننك وافر حي. فقال الرجل ننك وحوي لي ألي هذا آيات النبع الله يهوشا خاص إذن بقمانتا أنقل إن صلى الله عليه وسلم في خير كان لا إماده أنهم بيقون إيطاي صماء. قال نبع حولي جميع أمتي كلهم أمتي دورنا بيقوطا الله أمتي دورنا كوا هدى جوغة إلي جوغة صحابة كوا آخر زمان كإيمان دونا أذيقا كوا كالي متفق عليه. رواية كحدك أولها فهي لمن عمل بها من أمتي كرامة وحي حقوطا لأحد والباء مسلمين تقول رقم أو أمضى إذا كمدا حديث وأنا قصوم الرئي وذات أنساري أيوها سوى بيرتي سجوا وهوين إسكس عطي أرقب كير وكي أرنجر نبي الله مكوس نبي هو رمها يفعلت بها كل شيء كل شيء غير أني لم أجامعها شيء والباء ورقي الضمر نحمر أو حارانا هوين إذا وانكسمي لكن أما قال مونبو هو موسى قرنين إذا بدرينا تميزو أدو حل دون هذا أدو حق قريس موقتي واشق الحبي حنا بقى الله هالكاسي باشو تاقنت وحن رافين مجر وعبك بتقين لكن أما قال مون نبقى الله سيد انتو سنبقى قوي من وانيك سوى مرة عمر أبو بكر بوتك وقوى الرمي حرور بلا يكون على إداف وحبكم ما يروي هذا عمر بو سوى مرة وحاسها إداف بوري حبكم هاي نبي يمين او شو بعد بتي كذبنا نبي واكا امس الروايه ظهور حديث كاحمد بعد مركو نبي شبكي او دقاقي سو رفات نبي ابو بكر عمر بو كراعي او دقاقي با ايدو تيمد الى سو دجي كذبنا الله يير او لغد الاخري سداس هي اذا وحا كجره فضلك صلاهها شنتا الى توكدو معاصي يدروبتي صغائرتا هي ربي انه كترتر يو كدافايو أما كبائرته وحي أبانت هاي توبة أبانت تام عن هذا ما اللي قدك دقو الله فوضيسو دنوب تيرر تعالى فوضيسو لأن علماء حكو إجماعين دنبقو هيرادو هوينادو إن لغا توبت كينا وواجب فرض عين وليبا إن لغا توبت كينا على الفور سيد دك دقا لغا توبت كينا وفرض عين ديب هذا أصير دكتو دنبك لوي تأخير التوبة وذنب لا صعاب دمي بعد ما أنت قلي مركي ماذا كتوبة كينين وإله وانا نو إله وإله فماذا ندهين دمي لباد وي ساعات كلا قدر مثل من صدحات بون غنية سكن والبدن بكل سبب دليا هل كي دمي ما شو متاعنا يسمع دنوب بدن بايمان وسوء توبة لعانة سكيلة ليا صغيرة صغيرة بس انت مقشان ايش هكو باب عيدة إن لغا توبت كينو دبيغو صغيرهان نغضو كبيرهان نغضو سيدك دقا أو دبليغت لهاين لغا توبت كينو واجب فرض عين وي بإجماع المسلمين وواجب لكن من فضل الله وي إن لغا قرد فيه فضائشة صلاة ويسادة تكشادة صونك وإله فضل كيوي لكن أدقا واجب كسار وينك توبت كينو لبدا سيان لسكو خالدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس صلاةها شنتا والجمعة إلى الجمعة هي جمعة إلى جمعة كلا تنتهي كلا كفارة أي مكفرات رواية كلا بعض يسي كفارة مثل دافد أم ويد دافتا باب إساء لما بينهن وحود حي ذنوب تأير يركا ما لم تغشى هدان لدبولين هدان لغدحين هدان لتنبنين الكبائر ذنوب تواوي رواه مسلم. صلاة هشنتا صلاة والبتكو حكتا وحك دورك وحلقو دافيا دنوب تقول لحيسي صلاة صباح إيو هي الظهر ظهر باتكت عصر باتكت عصر الظهر وحي قول لحيي إيه صغائر دنوب صغائر تي ساسي كسو عنيس جمعة كجمعة أسبوع عن وحي هذا قلبتي صغائرها ربو أكو دافيا هذا كبيرة كبت بادو ما لم ترش الكبائر والسكو خلافة مركة حديث كم مفهوم كيسو وهذا وحي لي وحاشر دعا كبائرتا إن أتكبد بعد أسبوع أما صلاة إلى صلاة مركز صغيرة الغرفة فيها هذه لكن لو سألت أنت حيسيات كبيرة كل عضو صغيرة الغرفة ما يلا هو مفهوم خلدنوي مفهوم خلدنوي زيد وداقر كذا إليه نمان بان الرجحات الله زعو معنا هو محايد
labada saa inta u dhaxeysa wixii dambi ah dhacay waa lagu dhaafaya ka jumco ila jumco waa lagu dhaafaya haddadan kabiira ku dhicin kabiiradu waxay u baahan tahay toobay u baahan tahay loo jeedaabay dheer nimanka sida hore maray ayadu suuratu nisaa raygooda ku xoojiyeen in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawn nukaffir bay ku duubeen لكن حديث تبضن كود إن نصوص حلقة صومرتن يكو كلو إيمان يبو حي عضينا يا حسناتن فضائل أعمال كان صغائر تودن بالغو دافيا أو حق الله الخاصة وحقوق الناس أنا هاي لكن كبائر تولغو مرد دافيا توب قنو باني معنى سألو جدا الشرط الله إسكا قد يقول مهاي إلي رأي غاساني لقم لكن نمان بضن بحق قلب الرجحة لأن نصوص بضن بحوش عضينيس حديث هذا سومريسين حديث كبير هذا كبل هذا بابك بل دبو فيريا كي جابر وكحي دبو فيريا مركا هو شاسي سداين لي هذا صح رواه مسلم باور وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم قف مسلم متشره تحضره اي قبان يسه صلاة مكتوبة صلاة لواجب يا لغود قرى المسلمين ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة على قوضة وفيحسن وناتنا أيها قاتنا يوضوها ويسد يده وخشوعها أيه قلب حاضر انت يده خشوع دوام معي وإن قلبنا حاضر يهي جوارحنا أي حاصلة يلا دوني أيها الركوع الركوع السجود محلوة باب الاكتفاء وذا داقر قدلي باب الاكتفاء سرابيلة تقيكم الحر وسرابيلة تقيكم بأسكم لما شيء البرد لما شيء قال لك كافتومي هذه الركوع الله شيء سجدنا كبس يدران وي الا هذه اجر روحها مسلم كا يا صلاه اي قبطي وقت قد او قال اي كدبنا ويس في عن ويسيستي صلاه خصلات خشوع له تكدي اركان شروط التوسيه يا اداب تيدي الا كان وحين نقول الصلاه ده ايضا كفاره مد استرتور دافتا لما قبلها وحي كهريو من الذنوب ذنوب ما لم تؤت كبيره ذنب وهذا الله ايمانين وذلك أرنك أي صلاته دافيان أو ربك دافي ذنوب تسقائرته دن أي حق الله يقع الدهر كله سنة قردان وي زمن قردان وي زمن كالنبي محمد قونكم ونبي كله عليه الصلاة والسلام حلق أنجو قونكم حلق صلاة الله أقبل بس قونكم ساعة الإجابة قونكم نس دنب قونكم نسر قونكم حل والبي خصيصا وذلك دم دافك أسقع الصلاة حسنا لو تكاد لقود دم دافع يا مسلمين لقود دم دافع يا الدهر كله زمن كورن وي حلق أهر يا مسلمين تلا حلق قدام بي رواه مسلم باب فضل صلاة الصبح والعصر صلاة عصر صلاة الصبح فضل الجون ده إليه وعنا بمس وحكسي فضل بدي مالي كجمع هذا يكون بأجمال وحكسي الدنيا هذا يكون بالمال الحرملة بالحرملة واختي وكلا درين يا هاي وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين لبدا قبوبك روحي تكاده دخل الجنه جنه وقليا متفق عليه البردان والصبح والعصر صلاه الصبح عصر كوي حي الى صلاه صبحنا وحل هردد لما عنسده ونن كتجي ام باكاكا نمو الهي دورتي هنوني ام باكاكا باش اد بالسوق النباه حلقوا قبوبة جنة كبسي الدران عصر كون واحل هولاد واحل مشقول إلى هسالة تاقين هاي ومد شعب هاي مد شاكين هاي مد أفك الله دون تاي ور أيو مشغول بالله سوق بالوكلة تاقين قناعسي كبال سعودة واكل الدرير نول وحدة بقو سوليا واحل هولاد إيا حل هردوبة إلى بدا صرادو مركن ننكي إلالية لبداس كو كفضوا الى الله ياو والتنبيه والله يقن بالادنى على الاعلى عفوا التنبيه بالاعلى الى الادنى والله يقن نينك الصبح اي عصر ميل سارة مظهر مغرب عشو ضهايا ميل بوكواسنا موسوها ياو متفق عليه يما كلي لا ما لو غابس انت كان لسك سيدا يما وعن ابي زهير عمارة بن الرؤيبة رويبنا والي الثقفي رضي الله تعالى عنه قال الصحابي وحيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لجنار عذاب مقلي النار مقلي احد ادم صلى كذي قبل طلوع الشمس قل رحل انت الصبح كهر وصلاه الصبح
يو وقبل غروبها أنت صدعين كهر وعصر كيه يعني النبي وحي أجيدا الفجر والعصر صلاة الصبحية صلاة عصر رواه مسلم حديث قصوا لها نين إنو قدري عزل خوارجها اللهم ملايني إنو خارجها اللهم أريب بصراء أيا أيمد صحابقا حمارة ابن الرايبة رويبة الثقفي ويلقيس أبو بكر باكشيكي وحور جاء رجل من أهل البصرة إلى أبي نين ريب بصراء يا أباه أيمد عمارة مركز عمارة ما أدان نبيك كم مقلي عصر إيا الصبح نين إلى النار جنكي سمطابت هابر أنا نبيك كم مقلي دغهان كا مقلي وقلبك يا كوباي اولي بميل هبلان تاغنين ما انبي كا مقلي بسحابي وركس وعبيست كم مقلي انا كم مقلي دغهي وا قبتين قلبي وا كوباي نبي ما كان حديد كا مقلينا ميل هبلا بان تاغنين نينك وك توبت كان هوشي يا افد كو جيره مسلمين تو كو حد غد باي برك لو ويدو حويدي هذا يشهد انه سمع من رسول الله انه سمعه أنه سمع الرسول يقول ذلك وابك بوري وذاتك صحابة رمضان بارو هبيني هذا دين شيء هاي إلى ما كون فاعي بصرة ومل أفيزر وقدرية كسر بعضي وخوارج بكسر بود أو عزلة كتمت مل أفيزن بياهي نكبت بعد واس كجرا قيل السلف وقت ما يجي هذه نين رب بصرة وبدع كبت بعد هذا ركتان فرضه كل عرر نين رب بصرة وبدع كبت بعد هذا ركتان بيدهن نينك أولي إله هو فرطه كل عرر نين رأي كوفو وحال الشيعة عني ما كبت بدا ركتان أولياء الله هو كوفونا شيعة فردي بصرنا عزلوا خوارج قدري بلايا فردي حديث كان مركة إشكال با ظاهر كيسا لغا فهم أيها نينس الآدع عصرتو كذي يصبح إلى لي نار مكيكي مقالال وهذا دو مركة حقوق وعيدين وراس ده من أصول أهل السنة والجماعة وحاوم أوامحي ضد أهل التوحيد وأهل الصلاة وشنت وقتته كذا هي نار تقلي لكن أنكو وارين الله قصوى صاري حديث كان وحيوه عصر لي يصبح لي نار مطابا نيسو ودو حنو حلو جيدا نار وكوار ومقلي نار وكوار ومقلي من لقوها للمعيو ودنبقى لقا قد ظهيرو ولقو نظيفيو أما الله قال أرجوستو لقوت بيو كدمنا نعمية كنا وضم بيسالو كده على ظاهر نصب خلاف باي قلوا حد يحاول أنت النبي محمد لقوسو دشينين أحاديثي شرائع دي وعيدك محرماتك ووينا إن لو لقوك كسبنا يي إيوه واجبات كان الله يمنه وقبل نزول الفرائض والمحظورات بيجاهد نمنا القاس يقول دفتره لا تكنجري عصر إيوه صبح بس لا تكنجري ركعتين قبل طلوع الشمس يا ركعتين بعد قبل غروب الشمس يا أهي قرآن كون ما يلبظن بقتل ما هو شيء هذا أحاديث بدنا نويت الإمام صلاة بداية إن لا برق عضد وعصر كيا إلى برق عضد الصبح يا أهي شنت أنت الواجب يين نمنا القاس يقول دفتر نوعد أن وردنين حديثكم من حديث الوعد معناه سنة صح شن قول بقول لك كذا إلى قول بقول حديث هو معي ومن أحاديث الوعد ومعي ننكي صلاةها لازمة إلى آلية أصغنا أن إذا بدرون جنكيس النار طابا ما يسوي صدرت وحد العلماء كل وعد في كتاب الله أو في سنة رسول الله فشرطه انتفاء الوعيد هذه قاعدة أهل السنة والجماعة ننكي سدائي لو ناقص جنيز واديار صحوي لكن أذوقوا إسئلالي أذوقوا إسئلالي تول كجا نقيل الله إذن لكن ما نعباك وقمها يا ألا إذا بدروضي كل وعد في كتاب الله فشرطه انتفاء الوعيد وحدان كله ننكي ما أنت قرآن كصوب بحي سفي عن أغصوب حطبا كنا ضربان سينيا لكن وإنه سن آيات تبينوا الله حمينين ما كان الله حمين سل عقد دم كودي دم الدم ببان قلع إذن فكل وعيد وعد ويبوه فكل وعد يبوه كستاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله فشرطه
انتفاء الوعيد. كذلك كل وعيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله فشرطه انتفاء الوعد بأسنا الله. وإذ كينا إياه نين والبا ودن بقاس من نار باقواحي باقران كورونا إياه أحد والبا ووحي وحاس من نار بقال إياه بإن سنة ورونا إياه شرط وام حي وإن وعدك لو يكحيو بإن أوصى إيمانين أدان طوبتك نكور. إن الله لا يغفر أن يشرك قرآن كوال السوء العلي إلهي إن جنده وحك حرمي أهل الشرك بالليل وأنك طوبت قال ما شركي أنك طوبت إلا دبت أغاني زمايا. إن الله يغفر الذنوب جميعا بمركز غير اسم. كل وعيد في الشريعة فشرطه انتفاء الوعد وكل وعد في الشريعة فشرطه انتفاء الوعيد. ولا بقى عيد وسائس كسور جدوك وأنفع عيزوت كقبت بادي مذهب المرجئة الوعدية ومذهب المعتزلة الخوارج الوعيدية صندورة وبين الطرفي وبين الوعدية والوعيدية. وعدية وقوما وأنما مرجئ يري لا إله إلا الله محمد الرسول الروح يري جندي سوى اسك الديار نارنا تابن بميس نريق نغا افقد ميس يدادين وركاسي مرجئ لو تيريا لكن ميل اي كو قورنتا ان قبس غونيا لما هي مقاتل بن سليمان المفسر يا لو تيريا ولا يا سبحانه مقال المال ان قوري واني غوشا كففاي قال اسكو تورتورا نيمان كا وركود ادي لا او جيروا ما يدادين مر بهدا توحيثتو وشاهدين كوكو أصحان وحاضن تكون دفلي جنة هذا واسك قديا ورقة مئة صعونا يا ورقة وجربة نمن كاسة وعدي الله إذا هذا وعيدينا ونمن كيدي وحول بو الله تماضو خير هذا يكون طلا حال مرهدات خلدان طوز كبيرة كرد عدو أود ما تدون كتب دكينين نار باد قلي وانا كواري وأفرتن كسنين سويت كان ياو وحي الصدقاء ويحي القرآن قرابة حريرس هل قد يجهاد بر الوالدين أذي كوتا الله قشي أبي كلي سأضوح طبنشي إنك حضي وإن كتب لكن ما نردمنا نارتا دوات قواريس فرعون بالله يا هامان نحريس دردن يا منك معلي لذا وعيدي إنتا إنوك قد تكن حديث سياقا مركا لي لجنارة سنده كل ما دا سوى الله بمعنى مرنا ومخصوص وكذا أن كذا لي مرنا وعام محفوظة لي لجنارة مروا حاجة روحان لقسوا ريبين وضدك النوع عاصة أي جنة والديار طي أيوان العذاب النار أين سأرك بجنة قليا ومركوا النبي يجري سعد مولى حاطب أدون سعد حاطب الهابة النبي نبي محمد الله سعودي حاطب نار بقليا أضم هذا وير درها قليها أضم هذا ولا جاي وير قو دبنتري وقعن كل أضم هذا أول هذا ير دعوة النبي الله وحني قعد بس حن بيلا نقبل ساسو يقلي نتس وديار بور بس أنا أرد قعد كواي النبي قال هذا بها لي لجنارة أحد شهيد بدرا وبيعة الرضوان صدق بالله كهل وضي نري بدرة أما حذيبية كقيب بيعة الرضوان نار قلي مهايو هذا عام محفوظ ريب بدر صدح بقول إمي قاية هين بادي ترادي صدح يتم تضيب يتم حاطة تنقل شيك ريب بدر يكون شنتي بقول ريب بيعة الرضوان نار أي كواران يمدي سكواري من نطابا ميسو سيقص السعودان أما الله حساب أما يان الله حساب شنتي يكون دريريا هذا عام محفوظ لا يخصص لي لجنار أحد شهد بدرا وبيعة الرضوان لكن كان وكلي سياقا سوى مخصوص ومن نصوص الوعد وشرطه انتفاء الوعيد. وعن جندب ابن سفيان جندب ابن سفيان وصحابي أوتق جندب بن عبد الله أوجب مر لوتر مر أبيه جندب بن عبد الله ابن سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة رواية حديث ككالي صاصانا صحة من صلى الصبح صلاة صحة كنت كذا في جماعة كنت كذا
فهو في ذمة الله إله مغنتي بكتشرة إله مغنتي أي كتشرة حديث أبي مالك الأشعري وحال سعوتي فهو في ذمة الله وحسابه على الله إله مغنتي بكتشرة وحي خالق وقران ربك لا حساب تمي أضوها كما قالوا فانظر يا ابن آدم بن آدم وكفر سكره دقوا وحميشا يا الله لا يطلبنك الله إله يسنكود بقلن من ذمة مغنتيس بشيء دنبي عادك شيء دردك سميس روح أصاب صبح كنت كذا جماعة إله المغنتي بكتشرة خلت كيسانا ربك لا حساب تمي بن آدم وكفر سو هكابت بلادك هل نباتين كالليحو نباتا أدونك أقيسة ساقة صلاة صبح جماعة كنت كذا يادن إيدن بنا كمروي بنا كمر حجاج حتى فاجرها ظالمها والراجح أنه كافر عندها العلم من حيث الدليل طاغوت من الطواغيت بؤاء جماعة من التابعين بها كنت لي بل أكثر التابعين بها قبا فقاء التابعين بها تكفيريين مرك يكب حايين أسي ملحويني عبد الملك المروي تكفيريين إنه جائري أغمى يسنبحين إنه كافر أغبحين تقال الله صحبه بين بالله شخص تاريخ ده أيضا دي بواقرية فقاء التابعين ورن بها يسكن راعي وحاكها رأي حسن البصري إيه ولاد كارلا شيغا فقهاء التابعين شعبي عطاء سعيد بن جبير طاوس بن كيسان رجع علماء ريكو في ري عراق ودنبا يسكر عطا ري شام عطا ري يمن ذهب وحولي مخلاف وحان كاين حسن البصري وفي رواية إبراهيم النخعي ولا يزح إبراهيم النخعي ولا سعيد قل يهم ولا سعيد طاقر صلاة ثورة الفقهاء الله يقانه علماء معجير وكمانكم فقاد المسلمين تأرضي الصحابة أكون بحضي كافر باطادي بقر كاذبة محايا كتاب كربي قبل كتكتين بجادي جور باتكو أقدامتان يظلم وحي إلهي وينيي بات بهدي شيء وحي ربي إهاني سنة واضح رميسي دين تبات بدلي سنة مسلمين متين ويكون جهادين وذات لكن أن سعودي أرقروبين او انتو تشطبوا دي حناقه انت بدون كتبا لا صعبه وشايده واحد دقالك اللي يدال ديار قروب وبانيهاي سيد مسعيد او نحفر دي ايد او فرا تلتشع سيد مالا الحناقه دا الرحيه اللبو ادو او موريان صدن صنو سود دقال لما يي او معي برتع على الشدي او قراحي ادفو ادو قريس بيركم بكاك فريس يا معادري تريسة كأذيب وإذا كنت أقول وإذا كنت أقلف وإذا كنت أصبح كرنيسا أنت أرور دقاقين وبيك أقلف فقد بأن منك بورطة صراحة مرارة إلف بريقانك فود قلي أي دي واحد ببببطة ونوصة إلى هذا واحد ببببطة قريقة معها نوصة وهي ببنك بريقانك إلا فوفة يقيل دي إلا حرمتها قانيه رحلية منهاج بيوتاري نيكو بدن باتشيد بوتي مسار شيخ الدقال قال لي وحيل وحن قرع دوا ونفتح حق الدبكي مريسه سعده قال هل دور بك بتبادي ويادي بها الله لابسد وي عار واجد البلد وين يتغن حوال لك فائديست علماء الهيران فديدي فقه لو خيرين جدي وا ودادي قلافه كسو جبي وي شجامع الكسي عيدن كيزي ورقم ما يزال وداد مركز كحناقي باش قرشه وبانت لذلك ما قرر شيء سنين ببمت بب كهدينا ونفها دينا سيلارية هكوا بابير الرش هذا هو شيء كذا إلالي فانظر يا ابن آدم لا يطلب حنوجد حجاج النوع عازها يا مال نبو سوقبتي إنه دلور ربي وفاجر كارتان كله كافر بقى كله ولدنا وظالمة كله هذا الرزع الكتاب القرآن إنه من أولياء الله الصالحين حجاج الملك العادل المظلوم بيقول هذا الاب تسير له بدل زمارك ده ويسعد باش الدكتور سكر دائما ما يكون باكي وامير تجب طاعته له السمع وطاعته قول رئيس ليه وتاقم باسي دايري ما يكون باكي وقوم الحين وين واحد وين لو عدي عيد انسين الصحابة لو عدي عجري حقيل لتشوغا نمي واسكا كفتو ميزاني حجاج وحول وحوي أنا ورك وجود دالين حجاج وحول وريا صاد متوكت الساك هابور حقيقة كنت توكت مش سيبل
yaa maqraatay kaaga qol yaa anaga soo ka nolo tukade inu duluna raba or iska tagbo maalin kale oo intukani ma ku gaado doona u siday maala salaad subax jabaa ku tukani barisiri doonaa ma doon saxad marka xajaaj baa sida u xurmeen iska ilaaliya dadka ahlu salaadka xad gudub kooda iska ilaaliya wixii laakin xaq sharci lagu yeesho waa meeshiisa ee waxaan ka hadlayna dulmigaad u geysanaysa ma laga hadlaya وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم وحايسكم بدلي تعاقبكم وإثيان طائفة بعد طائفة ليتعاقب كحبا إيمان كحكا لا تجي كحبا إيمان كحبا تجي يتعاقبون فيكم وحايسكم بدلي يوسكم ويدارنا يا ملائكة بالليل ملائكة بينك وملائكة بالنهار يا ملائكة مالينك ويجتمعون وحيك المانو حيلك كلا وركسان وركنا كلقاتان في صلاة الفجر صلاة الصبح وصلاة العصر وإلهي أستر كيسوي حلقان أقول روناي إن صلاتها تكون إني بملائكته سوي ما دون إسبدالات حلقة غفلة إن كتر إن حماها كتر إن ملائكته إنتين إسبدالنا حلقة إكوها قاقان ويردو ورحو النقاقيان إلهي مير سبحانه وتعالى رحمة بعباده حلقان أقول روناي بي إسبدالها ثم يعرج وحاكر يعرك وضولي الذين ملائكتي باتوا بري فيكم حالي ملائكتي جوكتي اي حالي اللي جوكتي ايا ساس عمك اللي تكذب بحاهاي فيسألهم الله ربه ويدين وهو أعلم بهم سقو كوك البدن سقو كوك حالة دين الله الله سعوده ملائكة سقو كوك لكن وعبادة اطايق إن سؤاشا ايك جوابان او حكت بحيان عبادة لقوة دون صدي وملائك لقوة دون صدي إلهي أقول لك سهولة يقول تعالى ما ويكجب الله وادوك تمعنى ويدن ما يأتي ويجوابا يعني حكت الديبا يعني وعباده دودي أي عبادة أطهي كيف تركتم عبادي أضمي ما حدك قصو سيدك قصو تكتير فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم يصلون دايدي لك ورا وحن قصو تكنا يو دانتين هاي وحن قصو يو دانتين هاي ملتوا فعشري إلهي بالناسطور هاي سبحانه وتعالى يو تكنا يان قصو تكنا يو تكنا يو تكنا متفق عليه حديث كان يقول يا وحود يقول يا نحاضه وحود لي شدان يتعاقبون المال ان مالك بنا او شاد اثاري يعني قاعده عربيه النحويه وتقرن ايزان عربته وحي بدن جمهور العرب والنحاض وحي بدن يهم فعلك فعلك هذه اسم ظاهره فاعل او يهي او لو تيريو فعلك اسم ظاهره لو تيرينيو او فاعل او يهي علامة تثنية لما قلي ولا علامة جمع لما قلي اسم ظاهر كهضم مثنية هاي أمام مجموع جمعية هاي وإن لسكحر فعل كون علامة ودنين يا ضمير تثنية ولا جمع إن لو تيري اسم ظاهر كي فعل كابا عرب أبدان طاي قام الزيداني قام الزيدون دورانيس سيدا واسيدي لغوية قانا باقن كوها لكن قويس ليرهيد بين الحارم كعبا وحي قبان فعلك او لو تيرين ايو فاعل لبا اما ودر او ظاهرة ان فعلك قد يسي لقليو علامة جمع او تثنية او تراضو قاما الزيدان قاموا الزيدون اكلوني لغة أكلون البراغيث فأطقان أنا ما كان مجرم مريسان إن مالوا يسكب دلو حوري مرة من عنده أكلون البراغيث وعن رهنا واللغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار محوقة بأسوق مركة يتعاقبون فعل كم حالك هذا وهو جماعة للراعي وعلامة جمع بل الراعي فاعل كيدنا واسمك ظاهر كملائكة ساسو قباسو ساسو قبا وكيولي وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند الفيل سوك كورنجري وقد يقال سعدا وسعد تثنية والفعل للظاهر بعد مسند تيوي لكن روايات كبضن كود باسدا وين مالك شيء التاغيرية لكن رواية بخارية مد مسلم هي رواية بزار بوحيلين الملائكة يتعاقبون فيكم الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أيوه لله ملائكة يتعاقبون فيكم
ملائكة بالله وملائكة بالنار روايات كان مركب حجوا من نقونيا قليه ريب من الحارث شاهد أمر نقونيا لكن روايات يقولوا يملك المركب أفعي تاسكوا قادروا دملا وعن ابن عبد الله البجلي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر باب سمع قارئ كرو باب كان يركب الأنقار هذا كنا عند النبي أكتسى أن الجوغن مالي مال ما كمذا فنظر النبي حو أجي إلى القمر ضيح أجي ليلة البدر وأفر يطبنا ذا هبينك أفر ليلة التمام هبينك بحسم ضيح باب ليلة البدر الليلة هذا ضيح أفر يطبنا ذا كقول ريب يسمالك كقول إيه فقال وحور صبنوا إنكم سترون ربكم ربي جنب الأرك الدونتان كما ترون هذا القمر سيدا ضيحا واركتان وكلي لا تضامون منك مرنا والله شدا مرنا والله خفيفية والله فضية هذا الشدا يسوع وحكى جريسا من الضم والاندمام والازدحام اسكو عجيلي ميسان بدكو فسريس ومركا تأبا قعونو تدوات كردبي لا تضامون به وطادي كوبات باكا قعون لا تضامون اسكو عجيلي ميسان اسكب من ميسان اسريح ميسان نيول بمشو تاغي يا ربي كارك هيا سيدا ضيح نيول مشو دون اوغار هدان تا ان شدنو هدان شد وينو اون قدنا نجيدا ومن الضيم من الضيم والظلم لا تضامون لا يذن قدل من مهيو لا يذن قدل من مهيو ساد سأولين رفاد ميسان وي بنان كات كارك يسان من الضيم ككين أو من الضم والازدحام ككين واتكلدوه يساو مرة وات قدي مرة وات شدي شدي يقد شدي وعتراعين إذا كرنو أما قدالي خفيفين بعتراعين إذا لما لا لا تضامون أما لا تضامون إسعيري ميسان أما الله يدن كل من مهيو لبضاء بعض كله في رؤية إلهي أركتيس محايا إلي سيدة ضيحوك نبي حسكو شبهي أركتب أركتكو شبهي لكن أحد كلا أركيو أحد كلا أركيو مشبهين سيدة ضيحة لو أركتان يا رب واركيسا أركتبو نبي أركتكو شبهي أركتو سيدة وعضهي واضح أطاوك الأول لكن ضيح يا الله نبي قلتكو مشبهين لم يشبه المرئية بالمرئي وإنما شبه الرؤية بالرؤية من نسبة أنه ذا الله طيب حديث كان محاكاكو سيئة فضل الصلاة بلاي قادة فإن استطعت مداد أو دان ألا تغلبوا إن أن الذين كم مشغولين على صلاة صلاة دشيت عن صلاة تغلب أن الذين قاعد كان على صلاة صلاة بمعنى الإشغال بالله وده ألا تغلبوا إن أن الذين كم مشغولين على صلاة عن صلاة صلاة تكشدت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قرحن الصبح كهرة ينتهي عن كهرة فافعلوا يالا متفق عليه حديث ما حد كفى أنت لابد الصلاة اللقودة دارو الله إلى ليه وأسبابتك أنت إلهي نظرك سبحانه وتعالى إيش هذا إنه يكدوك ستر ربك أركتني سأقره وحكينا إياه إن الصلاة اللقودة داشو نينك الصلاة اللقودة دارو وآيانا رب أرك ما هيوه معناها سميش كوكو جرى متفقون عليه وفي رواية رواية وحاكو جنمت فنظر إلى القمر ضيح بالنبي يقول ليلة أربع عشرة وأفريت طبنادة طيح بأرك نبيك وانضر كسوكين روايات بمعت بقول يا هاي طيح أفر يطبنا وضر كسوكين وانعرك عاد لهين إن دون أدب قبين بضر بأركيسا إلهي مركنا آخر أركينه أحاديث كتب ومتواترة قرآن كنا وشيقي وانا عقيدة السلف الصالح وحدي ذي إنكرنا وأهل البدع نك دون وهن نقضينا أما أدونك أنت النور لهاي إلهي الأرك ما هي عقلا لكن إلهي أدونك إن لقو أرك ويدعي كرتا لكن آدم ما أوده رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا وجائزة عقلا لكن مرد عيسو محايرا ما أوذي كره آدم ما حملي كره آخر ما كان نتقنه وإيمانك حوق يستو وعلم اليقين يعين اليقين أي سراعان يحق اليقين ونقامره بإشان ربي قبان كرتا سبحانه وتعالى أما هذا ويدادا هذا زادانا ويدادا نيسا قرح الأثيرين كيسا ربي ويسا نلقى يركا دانده عبار كتاكتو عبار وحب أركي ميسد وإذا مكسن قعنتي قبطة دي افتين يربا بكافر عشايه رب العالمين ما أودي كرتين أدوك وأركت
أبو الحسن الأشعري وهو خلدم أسوقه وعيدي لما قول بان كلام مسألة رؤية الله في الدنيا وركاكم أجر إسكاد. وعن بريدة بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة العصر نكي كتغا كس أوغتغا فقد حبط عمله عمل كسوا هوبتي وخساري. رواه البخاري. ومن يفر بالإيمان فقد حبط عمله. أبو الدرداء بوحرنج من ترك صلاة العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. معناها وصحابي وشيغين وصح حسن البسن واللقوري صاب من حديثك لها يو تابعي أبو المليحة يا وحيجي بريد عيد الله سبحانه لدو لها وحلي حليها كميدة أنه هل قمينا عصاد عصر بانقبتي حلي الضرورية بضان واي آهيد حلقه وحلو رصاد عصر بوبسيو تكذا ضرورتي سيدن دقين نبي قان كم مغلي أولي صلاة عصر ننك نافته عمل كسوا برهيا سبب كاس حديثك لها عند أحمد وغيره. إذن وليها قبل الصلاة تجدد اللقو قالوا بنا حديثك على ظاهري بيقص عنيا لمن كان قبلنا ويأوليا ظاهرك اسك قصحه صلاة تكنكرته ووقت جديد قالي وحكو ديدين أوسنجر عدر دارة نكي كاس أوغتك إنه كو قالوا بيا الراجحة. والله سبحانه وتعالى.